بلوجر بولندية مشهورة قررت تخلع ملابسها وتتصور قدام ابو الهول، وبعدها قررت تحكي رواية تانية غير اللي حصلت. بس السؤال، يا ترى ايه اللي حصل وعملت كده ليه؟ وهل يا ترى الشخص بيحس ان عمره خلص قبل ما يموت؟ يمكن الكلام ده ما يعرفوش العلم، لكن اللي حصل في قصة الشاب احمد اللي اتنبأ بطريقة موته قبل رحيله بايام امر عجيب فعلا. ومفاجأة كبيرة جدا، عريس اسماعيلية خرج من السجن وراح على بيت الزوجية، وربنا يستر على اللي جاي. حلقة دسمة جدا واخبار كتير حصلت الساعات الاخيرة، خليك معانا عشان ما ينفعش يفوتك. قدام تمثال ابو الهول في منطقة الاهرامات قررت بلوجر بولندية انها تخلع ملابسها تماما وتصور نفسها بالوضع ده. بالصدفة شافها فرد امن وطلب منها انها ترجع تلبس ملابسها. الواقعة دي كانت محل جدل كبير على السوشيال ميديا، اللي رواد كتير تداولوا تفاصيلها، واللي فيها اجي اللي هي بلوجر بولندية وخلال زيارتها لمصر حكت موقف محرج اتعرضت ليه، وقالت ان هي كانت لابسه هدومها عادي جدا ما عدا قطعه ملابس داخليه. اتفاجأت ان رجال الامن المسؤولين عن تامين منطقه الهرم السياحيه بيمنعوا دخولها. البلوجر بتقول وفق روايتها ان رجال الامن وصلوها لاقرب حمام وطلبوا منها انها تلبس كامل ملابسها الداخليه، بس اجي سخرت من الموقف اللي حصل لها وقالت اعتقد ان جسدي لن يخيف الاهرامات ومع ذلك ارتديت ملابسي. لكن السؤال، هل الروايه اللي حكيتها اجي حقيقيه؟ الحكايه بتفاصيل مختلفه حكيتها وزاره الاثار. الحكايه بتفاصيل مختلفه ذكرتها وزارة الآثار في بيان رسمي ليها، بس المرة دي بتفاصيل أكتر منطقية وواقعية من اللي حكيتها آجي. الوزارة قالت إن آجي حاولت تخلع كامل ملابسها قدام منطقة أبو الهول، ولما شافها فرد أمن تدخل فورا وطلب منها إنها ترتدي ملابسها عشان يسمح ليها إنها تستكمل زيارتها للأهرامات. وفي النهاية الوزارة نشدت كل السائحين عشان يلتزموا بالقواعد والقوانين عشان يحافظوا على سمعة مصر. ونروح لقصة شاب تنبأ بوفاته في الغربية. حزن كبير سيطر على رواد السوشيال ميديا. بيقول قصيدة بيتنبأ فيها بموته في حد السير عشان اللي قاله يحصل بالفعل في مفارقة غريبة. القصة وتفاصيلها حصلت بدايتها في محافظة الغربية، لما طالب في كلية التمريض لقى مصرعه في حادث سير بعد انقلاب الموتوسيكل الخاص بيه. أحمد محمد اللي عمره ما كملش 19 سنة كان خرج في فيديو من أيام قليلة على تيك توك بيقول قصيدة بتحكي عن تعرضه لحادث سير ووفاته. بس يا ترى هو القلب بيبقى حاسس بقرب الأجل؟ يمكن مفيش حقيقة علمية بتثبت الكلام ده، لكن اللي بيأكده أصدقاء أحمد إنه كان الفترة الأخيرة بيتكلم كتير عن الموت، وكان بيتردد على لسانه كلمة انا حاسس ان انا هموت قريب. يمكن ده اللي خلاه يطلع في فيديو ويقول القصيده دي. الله يرحمك يا احمد، وبنتمنى للاسره الصبر والسلوان. عريس اسماعيلية اصبح حر طليق. مفاجأة حصلت الساعات الاخيرة، وده لما المحكمة خففت الحكم عن عريس اسماعيلية، بدل ما كان هياخد سنة من الحبس لمدة سنة للحبس لمدة شهر عشان في النهاية يتم الافراج عنه. وعلى طول عريس اسماعيلية توجه لبيته بصحبة اخوه وابوه وقرايبه والمحامي الخاص بيه، ووضح ان محكمة جنح مستأنف اسماعيلية قررت تعديل الحكم عشان يخرج من السجن بعد ما قضى العقوبة المقررة لمدتها شهر. لكن رواد السوشيال ميديا سألوا كام سؤال محتاجين اجابة. هل يا ترى تم التصالح بينه وبين زوجته؟ سؤال كمان، هل هتفضل على ذمته ولا هتطلب الطلاق؟ واكيد الاجابات اللي مستنيينها هتظهر الايام اللي جايه. ويلا بينا نروح لشويه اخبار سريعه. لاعبنا محمد صلاح قرر يفاجئ لاعب الزمالك محمود حمدي الونش بزياره، وده خلال خضوع الونش لعمليه جراحيه في العضله الخلفيه. اما حسام حبيب فوجه رساله غامضه في ستوري على انستغرام قال فيها زعلان على شلتك يا بطيخه، وده بعد مده قصيره من تصريحات محمد عبد الوهاب شقيق الفنانه شيرين، واللي عاتبها فيها عن تخليها عن سائقها وخدمتها ومدير اعمالها. فريق من اطباء هيئه المستشفيات التعليميه في شبين الكوم اتمكن من استخراج هاتف محمول من بطن سجين بعد عمليه جراحيه استغرقت وقت طويل. السجين بلع التليفون بعد ملفه في كيس بلاستيك محاوله منه لاخفائه. بكده خلصت حلقتنا، وكالعادة أخبارنا ما بتخلص. مستنيين رأيكم عن الحلقة والأخبار في التعليقات.